السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السادة مشاهدينا ومتابعينا، كل لحظة وانتم طيبين. جايين النهاردة عشان نحلل مباراة نادي الزمالك مع فريق طنطا بقيادة الكابتن رضا عبد العال. طبعا احنا كنا كلنا متوقعين وكنا كلنا منتظرين بفارغ الصبر ان احنا نتفرج على الكابتن رضا عبد العال اللي هو نازل تقطيع في كل مدربي الدوري الممتاز ومدربي المنتخبات والمدربين العالميين وكل لعيبة العالم، سواء على المستوى المحلي او المستوى الدولي او المستوى العربي. عايزين نشوف رضا عبد العال الكلام اللي هو بيقوله، هل يا ترى هينفذه على ارض الواقع ولا زي ما هو بيقول ان هو هجاص وبيتكلم ومش بيتكلم؟ زي ما احنا شفنا النهارده فريق طنطا فريق بلا اي شيء، اللهم الا بعد تقريبا الهدف الاول اللي احرزه نادي الزمالك، شوية مناوشات ومناغشات أصفرت عن هدف بعد ما لعبت الزمالك كانت خلاص اطمنت والجهاز الفني بره اطمنوا إن هما كده كده كسبانين، فبدأ التراخي والاستهتار اللي هو سمة نادي الزمالك من زمان وفي المباراة الأخيرة. الاستهتار وضياع الفرص في منتهى الرعونة ومنتهى الاستهتار، مما أصفر عن الهدف الأول لفريق طنطا، الهدف جابوا لاعب طنطا في وسط ثلاثة من مدافعين نادي الزمالك في منطقة الستة ياردة. يعني المفروض ان مدافعين نادي الزمالك وحارس المرمى المفروض ان هم لاعيبة دولية، سواء كان محمود علاء او محمود حمد الونش او ابو جبل. فكرة زي اللي جت بصراحة ما تخشش في فريق ناشئين. النهاردة نادي الزمالك بدأ الشوط الأولاني بقيادة كابتن طارق يحيى بحارس مرمى ابو جبل، اثنين في قلب الملعب، اثنين مدافعين في القلب، محمود علاء ومحمود حمد الونش، على الشمال عبد الله جمعه، على اليمين النجم احمد عيد سعد الواعد، في نص الملعب الصخره او قلب الاسد او المسمار زي ما بيقولوا كابتن طارق حامد، لعب قدام من الجنب منه اسلام جابر، لعب على اليمين احمد سيد زيزو، وعلى سوري على الشمال احمد سيد زيزو، وعلى اليمين يوسف اوباما، اللي هم كانوا دايما بيغيروا مع بعض وكان في بينهم وبين بعض زي ما تقول تفاهم وتناغم ان هم يغيروا كل شويه من مراكزهم مع بعض. وكان قدام منهم اثنين كابونج كاسونجو ومصطفى محمد. طبعا كابونج كاسونجو كان الكل بيتخيل انه بيلعب طرف شمال، لكن هو كان بيلعب في الغلف في القلب في مركز المهاجم الصريح مع مصطفى محمد. طبعا كابون كاسونجو ولا حسينا بيه النهارده خالص، لان كابون كاسونجو غالبيه المدربين مش عارفين يستغلوه صح. كابون كاسونجو محتاج مساحات، يعني كابون كاسونجو ده نقدر نقول عليه لعيب الشوط الثاني، بمعنى لما يكون فرقتك الزمالك مثلا متقدم بهدف او باثنين والفرقه اللي قدامك بتضغط عليك وبتهاجمك، نزل ده وقت كابون كاسونجو يجري في المساحات، يقدر يكسب لك مساحات، يقدر يجيب لك فاولات، يقدر يخطف لك جول. لكن تلعب مع كابون كاسونجو يلعب في فرقه بتدافع، يعني هو بيقدر بس بيبقى صعب شويه. طبعا الشوط الاولاني كله مر برول الكرام باستثناء ضربه الجزاء المهدره من محمود علاء. ضربه الجزاء صححها محمود علاء، وكان في اكثر من ضربه جزاء مشكوك في صحتها نادي الزمالك. وطبعا شفنا اللقطه الكوميديه من الكابتن رضا عبد العال اللي هو بيقول لهم انا قلت لكم الكوره مش بلانتي، انا قلت لكم الكوره مش بلانتي بعد ما الحكم لقى الليلفو. في الشوط الثاني بداوا محمود علاء بتعويض ضربه الجزاء اللي ضيعها باحراز هدف ولا اجمل ولا احسن بالهيد تلا في الدقيقه 47 تقريبا، عن الدقيقه الثانيه من الشوط الثاني تلا هدف اخر من ضربه جزاء لمحمود علاء اودعها بمنتهى الثقه على يمين حارس المرمى اللي تثبت زي تثبيتات فرجاني ساسي، حتى قلت حركه فرجاني ساسي بعد ما احرز الهدف بالتمويهه بتاعته المعروفه. طبعا بعد الهدف لعبت الزمالك اطمنت، حط بطنهم بطيخه صيفي، وكعاده نادي الزمالك يعني يواصف سوء البرده بعد ما يطمن يبدا الكعوب، يبدا الرعونه، تبدا استهتار اللعيبه، يبدا الماتش يهرب منك والفرقه الثانيه تمسك الكوره والماتش ده يهرب منك. طنطا ولا كان ليها اي تواجد الا بعد ما لعبت الزمالك بدات انها تتسابق، كل واحد منهم عايز ياخد اللقطه، عايز يجيب جون، عايز يرقص ترقيصه عالميه. فطبعا احنا عارفين اللي بيحصل بعد كده.
طبعا كان في المباراه برضو ضربه جزاء لاحمد سيد زيزو في الشوط الثاني، لكن الحكم بعد ما رجع لتقنيه الفار لقى ان هو اتشنكل من خارج منطقه الجزاء. طبعا لعبها احمد سيد زيزو في حلقة المرمى، مسك الحارس المرمى بكل سهوله. تغيرات الشوط الثاني في الزمالك، كانت اشرف بن شرقي نزل، امام عاشور لاحظ الهدف الثالث، كابتن كريم بامبو واسامه فيصل. بصراحه عايز اتكلم هنا على كريم بامبو. كريم بامبو من اللعيبه اللي محتاجه تاخد وقت في الفتره القادمه. كريم بامبو لعيب هايل، كريم بامبو لعيب هايل، ركزوا معايا في الكلام. كريم بامبو الزمالك لم يستفيد بيه، وانا اخشى ما اخشى ان الزمالك يستغنى عنه السنه بصراحه. كريم بامبو لعيب مهاري سريع خطاف، كرته حلوه، يقدر يخلص لك ماتشات كتيره 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 من الكهرباء. كريم بامبو ضيع اكتر من 3 اجوان في الشوط الثاني، لكن بصراحه هو اللي خلق الفرص دي لنفسه. يعني لعيب تاني الكور دي ما تجيبوش. كريم بامبو لازم كابتن طارق يحيى في الفتره القادمه يبدا يعطي فرص لبعض اللعيبه زي كريم بامبو، زي مصطفى فتحي، زي كمون كاسونجو يتجرب ويريح شويه مصطفى محمد، لان مصطفى محمد حاسس انه تعب. يعني في كابتن اللي هو اسمه حسام اشرف لازم ياخد، لان كورته حلوه وكورته جميله جدا. اسلام جابر برضه يبدا ياخد فرصه عشان نشوف هل يا ترى فين الزمالك في المرحله القادمه ولا لا. يعني كابتن رضا عبد العال نعذره ان هو النهارده يعتبر زي ما هو بيقول ان هو ما بيلحقش يمرر اللعيبه ولا بيلحق يقول لاي حد منهم يحفظه اي جمله ولا اي حاجه. هارد لك كابتن رضا عبد العال جوارديولا مصر، هارد لك يا كابتن رضا. كابتن طارق حامد النهارده كان نفسه يحط عليك ويكون، بس انت محظوظ النهارده. طارق حامد شاط شوطه ولا اجمل ولا اروع، لكن حارس المرمى بتاعك النهارده كان متالق اللي انقذك من نتيجه ثقيله. لولا حارس مرمى طنطا النهارده كان الكابتن رضا عبد العال النهارده اتزف، كان خد سكور، كانت غلب نتيجه ثقيله من نادي الزمالك، لكن حارس المرمى حافظ الكابتن رضا عبد العال مواجهه. والله انا يعني بصراحه انا شايف ان الكابتن رضا عبد العال ليه لمساته وليه لمحاته، وان شاء الله هتبص في المباراه القادمه مع توالي المباريات، واتمنى ان هو يتظاهر في المباراه القادمه مع النادي الاهلي، لان هم دول المباراتين اللي بتسلط عليهم الاضواء. كابتن رضا عبد العال انطلق، ما تخافش زي ما انت بتقول، وان شاء الله ربنا معاك وربنا يوفقك في المباراه القادمه يا جوارديولا مصر. شكرا يا كابتن رضا عبد العال اللي عامل حاله حلوه جدا في الكره المصريه. شكرا نادي الزمالك، شكرا النادي الاهلي، مبروك لفوز النادي الاهلي ببطوله الدوري. ان شاء الله ان شاء الله نفسنا نشوف ان الاهلي والزمالك يلعبوا في نهائي ابطال افريقيا، وان شاء الله اي فرقه منهم تاخد البطوله عشان تشرف مصر. اذا عجبتك طبعا الحلقه لايك وشير، وما تنساوش تدعمونا، وارجو انك تفعلوا زر الاعجاب. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.